السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مستشارك الطبي. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع من المواضيع المهمة جدا، يهم كل البنات المقبلة على الزواج ويهم كل السيدات حديث عهد الزواج. موضوعنا النهاردة هيكون عن الإجهاض المتكرر. الإجهاض المتكرر أسبابه، أعراضه، طرق الوقاية منه، طرق العلاج، ده اللي هنعرفه من ضيفتنا الكريمة النهاردة اللي مشرفانا، دكتور سناء فرغل، استشاري وجراح النساء والتوليد والعقم وجراحة المناظير. أهلا بيك يا دكتور سناء، حضرتك مشرفانا النهاردة، تحياتي وتحياتي السادة المشاهدين لحضرتك. الله يخليك دكتور. عايزين في البداية نعرف يعني نبذة عن الإجهاض، إيه هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين الإجهاض تعريفه هو فقد الحمل قبل اكتمال نمو الجنين. تمام. منظمة الصحة العالمية أقرت أن اكتمال نمو الجنين هيبقى لما يكون عن وزنه 500 جرام، وده وجدوه من 20 ل 23 أسبوع. يبقى فقد الحمل من 20 ل 23، من أول الحمل 4 أسابيع إلى 20 ل 23 أسبوع. تمام. بعد كده بيبقى ولادة ما قبل الميعاد، لكن ده في حكم الإجهاض. ولادة مبكرة أو مبكرة. طيب الإجهاض المتكرر اللي بيحصل يا دكتور ده الإجهاض المتكرر لو حصل بيبقى من امتى بالظبط، او ممكن يحصل نقول عليه متكرر ازاي؟ بعد 3 مرات متتالية. تمام. إجهاض 3 مرات متتالية بنسميه إجهاض متكرر. طيب الإجهاض المتكرر اكيد ليه اسباب وراه كتيرة قوي. عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل الاسباب اللي بتتسبب في حاجة زي كده. هو بس الملاحظ ان الاجهاض ليه عملنا ستريس على اني اتكلم فيه، هو موضوع طرح عايز حلقات كتير. هو ان الاجهاض نسبته عاليه لنسبه 50%، يعني نص الحوامل بيحصل لهم اجهاض. عايزين نعرف ليه السبب، سواء اجهاض عادي او اجهاض متكرر، لان في اسباب كتير. اكثر سبب شيوعا وجدوا الكروموسوم او الوراثي، العامل الوراثي هو اكثر الاسباب. اكثر الاسباب العوامل الوراثيه نتيجه للزواج في سن ده حاليا متاخر زاد قوي، وصار الكروموسومات بيحصل فيها خلال من 35 سنه للاربعينات بيحصل زي ما قلنا الاجهاض بسببه. طيب. زائد ان جواز الاقارب طبعا ده من ضمن الاسباب. في حاجات تانية ظهرت في الجو زي الفري راديكلز والحاجات دي بتؤثر على خلل في الكروموسومات في الاجنه. طيب. الفري راديكلز دي انا حابه اتكلم عليها، بس هتكلم عليها بعد ما يعني اتكلم على مجموعه الاسباب. من ضمن الاسباب بعد الكروموسوميه الالتهابات سواء فيروسيه او بكتيريه. في اسباب تانية اللي هي الهرمونات، خلل الهرمون، عدم توازن الهرمونات زي نقص البروجسترون هرمون او تكيس المضاد. في خلل ناتج للرحم نفسه زي حاجز رحمي، ورم ليفي داخل الرحم، ده حاجات كلها تلتزم جراحه. في اشياء تانية بقى مهمه وبرضه نتذكرها، اللي هي عوامل خلل الجهاز المناعه عن طريق طبعا تكون تجلطات تؤثر على الجنين فما يكتملش، زي حالات الذئبه الحمراء، وزي حالات حاجه اسمها الانتي فوسفوليبيد سندروم برضو بتكون اجسام مضاده وبتهاجم الجنين. تمام. الاشياء الاخرى ودي اللي هعمل استرس عليها النهارده، هي لما بنتواجد كل الاسباب اللي فاتت دي مش لاقيين لها يعني لم نجد لها، ما كانتش موجوده والعينه بتجهض. يعني الاسباب اللي موجوده ما قبل مش موجوده والعينه برضو بتجهد. ففي اسباب دلوقتي كل بيتحدث عليها على مستوى العالم اللي هي الفري راديكلز، او الترجمه الحرفيه ليها هي الجزيئات الحره. تمام. هو بيحصل خلل في الذرات، بيبقى عندها نقص الالكترونات فتبحث عن الكترونات من ذره اخرى، فبيحصل خلل فتحول الجزيء الحر ده يحاول يعمل تدمير للخلايا السليمه. ده بيؤدي الى حاجات كتيره غير الاجهاض، بيؤدي من ضمنها الى الكانسر، وبيؤدي الى اللي هو سرطان السرطانات عموما، وبيؤدي الى مثلا خلل في الكوليسترول، وده يؤدي الى قصور في اللي هو تصلب الشرايين، من ضمنها اللي هي الفري راديكس دي حديث الساعه حاليا بيتكلموا عنها. طب وجدوا ايه سبب اصلا الجزيئات الحره دي؟ قال لك ان هو بيتفاعل الذره دي مع اكسجين فبيعمل ريشن، ده هو السبب. فانت راجع الى الانتي اوكسيدنت اللي هو حاجه ضد عامل الاكسده. تمام. اللي هي موجوده اوريدي فين؟ في الخضروات وفي الفواكه. وموجوده في حياتنا العامه اللي هي ممكن احنا ناخدها كعلاج. دلوقتي ابتدوا عشان يهتموا بالموضوع فبقى في علاج نازل اسمه انتي اوكسيدنت اقراص. احنا بقى موجوده عندنا
لو عايزينها في الطبيعة ونخليها في جسمنا وتحمينا من ده، هي الفيتامينز، اللي هو فيتامين سي وفيتامين اي وفيتامين والبي كاروتين، وكمان فيتامين بي 9. الحاجات دي كلها هتحمي من تدمير الخلايا. تمام. ده تيجي من الغذاء المتكامل اللي احنا بنفتقده حاليا، لان احنا كل الاغذية دلوقتي اعتمدت على الحاجات الجاهزة الدليفريز. لكن بص على البيوت بتخش فيها خضروات او فواكه، هتلاقيها نادرة جدا. يعني ما بقتش الشباب كله ما بياكلش خضروات وفواكه، ما بياكلش الحاجات الخضرة دي، لا ما بتتاكلش. فده نكمل نستكمل يا دكتور على التغذية بعد الفاصل. استاذنك. اتفضل. اعزائي المشاهدين، فاصل سريع ونرجع لكم تاني، انتظرونا. اعزائي المشاهدين، اهلا بكم مره تانية بعد الفاصل. بنفكر حضراتكم بموضوع حلقتنا النهارده عن الاجهاض المتكرر، وبنكرر ترحابنا بدكتور سناء فرغه، الاستشاري وجراح النساء والتوليد والعقم وجراحه المناظير. اهلا بك دكتور سناء مره تانيه. حضرتك احنا قبل الفاصل تفضلتي وكنا بنتكلم عن الاسباب، وخصوصا موضوع التغذيه واهميتها في موضوع فيتامين بي فيتامين دي بالذات. لا، فيتامين دي هنتكلم عليه، على اساس ان فيتامين دي مهمه جدا، وجدوا ان هو برضو من ضمن الاسباب اللي تؤدي الى اجهاض. تمام. فيتامين دي نقصه بيبقى نتيجة لأن عدم تعرض الطفل وهو صغير، اللي هي السيدة الطفلة وهي طفلة، إلى أشعة الشمس. تمام. يوميا المفروض، فبالتالي بيبقى عندها نقص فيتامين دي. ولو كانت الأمها اللي بترضعها عندها أساسا نقص فيتامين دي، فبالتالي ما بتديلهاش، فبيحصل فيما بعد لما تيجي تتزوج ممكن يسبب إجهاض نقص فيتامين دي. فسهل إن هو نتعاطاه وسهل إن احنا نشخصه بالتحاليل. بس دي حاجه تعتبر حديثه في جيناتك بقى، بس ده سبب تاني حضرتك ممكن. لا، ده ملوش دعوه بالجيناتك، ده نقص فيتامين دي يؤدي الى اجهاض. يؤدي الى اجهاض. وطبعا التدخين السلبي او الايجابي والكحوليات. طبعا التدخين لو هي مش بتدخن مش شرط، بس زوجها مثلا بيدخن 10 سجاير في يوم هي في الاوضه، هي كده تقريبا دخنت معاه، فده من ضمن اسباب الاجهاض. دي مهمة قوي انا بقول الاسباب ليه، لان احنا انا لو اتكلمت في موضوع الاجهاض ده موضوع كبير جدا، بس انا عايزة اوصل ان احنا نقدر نمنع الاجهاض نسبة عالية جدا بطريقة سهلة جدا في البيوت. اكيد. واخد بال حضرتك؟ هي ان هي نوصل الى ايه الاسباب اللي احنا نقدر نتلاشاها، والاسباب اللي احنا لا نستطيع ان نتلاشاها هيبقى في دكتور معالج هيعالجها وسهل علاجها. لكن دي ليها دور كبير جدا. احنا قلنا الكروموسومات اللي بتلعب دور حوالي من 50 ل 70% سبب للاجهاض. الخلل الكروموسومي ده سببه اللي انا بقوله ده. معظمه، مش كله، معظمه. اللي احنا نقدر نتداركه منه، فاحنا هنحاول هننزل نسبه الاجهاض بنسبه عاليه قوي عن الموجوده دلوقتي حاليا. تمام. والدليل على كده ان في بعض الحالات جات لي مسقطه مثلا 4 مرات وما عندهاش اي حاجه خالص، وكل اللي انا عملته في العيانه دي ان انا اديتها حاجه ضد الاكسده، واديتها مجموعه فيتامينات من ضمنهم فيتامين دي، العيانه كملت الحمل مباشره. وده انا شفته كذا مره، مش حاله ولا اتنين. يعني بمشي روتين اقول للعيانه كوبايه برتقان يوميا، عسل يوميا، عسل ابيض، خضار يوميا، مش عايزه منك اكتر من كده، وتفاحه يوميا، امشي على السيستم ده 3 شهور قبل ما يحصل الحمل ونشوف ايه الاخبار. بلاقي العيانه بتكمل الحمل. يعني النظام الغذائي مهم جدا قبل الحمل واثناء الحمل. طبعا طبعا، ومن الصغر والله يعني. انا دايما بنصح الامهات يحاول يدخلوا الخضروات للبيوت. طبق السلطه مهمه جدا، طبق الفروت سلطه مهم جدا. تمام. يعني طبق فروت سلطه فيه كل الامكانيات بتاعتي، الفراوله والكنتالوب والموز والتفاح، ادتني الفيتامينز بتاعتي. خضار. تمام. طبق السلطه بتاعي في الجرجير وفي البقدونس، وفي كل ده البي كاروتين اللي انا بقول عليه اللي هو، وفيتامين بي 9 اللي هو الفوليك اسيد. لو انا عملت كده غذاء متكامل، هتلاقي الام لما تيجي الانسه تتزوج مش هتعاني المشاكل دي. وطبعا اللبن والبيض والتونه والسمك ده فيتامين دي. تمام. فيتامين دي موجود في التونه، السمك، السلمون، زيت كبد الحوت، اللبن، البيض، واخد بال حضرتك. وفي نفس الوقت التعرض للاشعه دي طبعا مش هينفع الا سن معين وتلت ساعه، وزي ما قلت 40% من البادي لازم يتعرض. تمام. وحضرتك اشرت لتوجيه مهم جدا لكل السيدات اللي يعني ربنا بيرزقهم ببنوته، يعني
فياخدوا بالهم من البدايه من اثناء التغذيه الاولى دي مهمه قوي قوي. والولد كمان يعني الولد هيجي له بعد كده تسوس في الاسنان، هشاشه في العظام، تقوس في الرجلين. وهو اذا موضوع الاكسده ده يعني تشعب جامد قوي يعني. طبعا يعني الام والجنين و كله، ما هو انت القصه بتبتدي من الصغر الى ان، فانت لو انت جبت بيبي سليم كمل سليم، غذيته سليم، هيحصل الحمل هينزل سليم. مظبوط، القصه بتبتدي من بدري، عشان كده بقول الوقايه المره دي هتكلم عليها بدري قوي. تمام يا دكتور، تمام. يعني كنت بتكلم الاول قبل حمل بشهر او شهرين او 3 شهور، لا انا هتكلم على الوقايه من بدايه الطفل، من اوله اكونه ازاي، بحيث ان انا ما اجيش ساعه الحمل مهما عوضت في 3 شهور اللي قبل الحمل مش هعوض بالدرجه الكافيه. تمام. غير لما ابدا القصه من الطفوله. مظبوط. وبعدين طبعا مرضى السكر لازم يتعالجوا قبل الحمل، لان ده من ضمن اسباب الاجهاض. وبرده المشاكل الكروموسوميه بتحصل في امراض السكر برده، فده من ضمن الحاجات المهمه جدا. ده بالنسبه للاسباب انا حاولت اشرحها بسرعه جدا. وبعمل ستريس على الجزيئات الحره اللي علاجها الانتي اوكسيدانت اللي هو الفيتامين. تمام يا دكتور. واذا برضو الوراثي له دور كبير في طبعا الاقارب. طبعا جواز الاقارب ده وبتاع الناس ابتدت تستوعب شويه فبقت تقل منها كتير. جواز الاقارب له دور كبير طبعا. يعني الام اللي بيحصل عندها اجهاض متكرر نفكر بس ما نحطوش عامل اساسي. يعني ممكن 2 قرايب متجوزين وما يحصلش اجهاض عادي، بس ممكن يحصل، بس لما يحصل احط في دماغي ان دول قرايب. تمام. ففي مشاكل كروموسوميه هي اللي ادت الى الاجهاض. طيب دكتور، هو المرحلة العمرية مهمة بالنسبة للسيدات؟ يعني مثلا الفترة العمرية بالنسبة لها، لو مثلا سيدة عندها 25 سنة أو سيدة عندها 30 سنة أو 40 سنة، يفضل طبعا الإجهاض ده ليه تأثير في الموضوع؟ الإجهاض نسبته بتعلى بعد 35 سنة. بعد 35 وأنت طالع بقى لغاية 40 سنة بتعلى أكتر. كمان يعني وجدوا إن البويضة السليمة يعني بتبقى اقوى واكثر سلامه من سن ال 20 ل 35 سنه. يبتدي يحصل فيه خلل في البويضه نفسها، ولما تيجي تخصب بالحيوان المنوي فبيحصل الخلل الكروموسومي. فسلامه البويضه اللي خارجه من المبيض كل ما كان السن صغير كل ما كانت افضل. حتى في حالات الحقن المجهري بيقول دايما يقول لك نبدا بدري، بتطلع له بويضات حلوه وجميله في السن الصغير. عند السن النسبة بتقل بعد 35 سنة، يبتدي نسبة النجاح الحقن المجهري أقل. على أساس كفاءة البويضة بتقل، فبالتالي الحمل ما بقاش سليم. تمام يا دكتور. طيب في موضوع اللي هو موضوع تكيس المبايض، ده من ضمن الأسباب برضو؟ تكيس المبايض من ضمن الأسباب الخلل الهرموني اللي أنا اتكلمت فيه. خلل هرموني بيحصل نتيجة تكيس المبايض بيؤدي إلى إجهاض. مجرد ما تعالج العيانة التكيس بعلاج معين قبل الحمل ب3 شهور بيحصل حمل سليم ومفيش أي مشكلة. تمام. طيب بعد ما بيحصل إجهاض، هل في مشاكل ان يحصل حمل طبيعي ولا الموضوع ممكن؟ يعني هو 85% من الحالات اللي حصل لهم اجهاض بيحملوا حمل طبيعي بيولدوا عادي جدا. يعني الاجهاض اللي بتجهض ما تقلقش نفسها انها اجهضت، لا هتحمل ان شاء الله وهتجيب بيبي سليم وكل حاجه. حالات الاجهاض بالحصر 85% من حالات الاجهاض بتحمل طبيعي وبتلد طبيعي لما بتعالج المشكله. وممكن يكون ما عندهاش اي مشكله، يبقى اجهاض مره واحده وكان عادي لاي سبب من الاسباب اللي احنا قلناها، وتاني حمل من غير اي حاجه بتحمل وتكمل عادي. طب ايه الاجراءات اللي بتتم وفي حاجه معينه لازم تتعمل بعد الاجهاض ولا هي طبعا اول ما بتجهض هتتابع عند الدكتور. تمام. وهتعرف ممكن هيطلب منها تحليلات اللي هي اللي احنا بنقول عليها لالتهابات معينه تؤدي الى الاجهاض، بتعملها نعمل سونار لان في اوقات عيوب خلقيه في الرحم تؤدي الى اجهاض نستبعدها. مثلا العيانه دي نحضرها نقول لها جايز يكون عندك كذا نقص كذا، نديها فيتامينز كويسه، نشوف الانيميا بتاعتها، نشوف السكر بتاعها كويس ولا لا، تكون جاهزه للحمل المقبل. لقينا كل حاجه جميله، في حاجه عايزه تتعالج هنعالجها، ما فيش حاجه عايزه تتعالج هنزود بس الاهتمام بانها تاخد الفوليك اسيد قبل الحمل بشهرين او 3 شهور، الفيتامينز بتاعتها كامله، نحسن المناعة، نحسن الأنيميا، هتكمل حمل عادي خالص إن شاء الله، مفيش أي مشكلة. أمال إمتى يا دكتور بنلجأ لموضوع عملية الكحت بعد الإجهاض؟
بعد الاجهاض هو طبعا كان الاول كله بيدور على الكحت، لا دلوقتي قال لك لما تبقى الكيس مثلا حجمه صغير بيتراوح مثلا نديله من 5 اسابيع ل6 اسابيع، في حاجه اسمها ميديكال كيوريتاج اللي هي الكحت عن طريق الادويه. بتاخد العينه ادويه ومضادات حيويه وبينزل الدم بصوره دوره كثيفه شويه، وبفهم العينه ان الدم هينزل لك بصوره دوره كثيفه ما تتخضيش. خلاص بيحصل، بنعمل بتتابع طبعا العينه بالاشعه التلفزيونيه، لقينا الرحم فاضي خالص خلاص يبقى كده تمام مفيش اي مشكله. لما بيبقى اكبر من كده او العينه بتنزف بحيث انها النزيف بتاعها طول معانا شويه، لا دي الكحت، تعمل عمليه كحت وتنظيف بتاخد 10 دقائق خلاص بننظف الرحم من جوه تماما وخلاص. تمام يا دكتور. طب هو في سؤال تاني برضو مهم، الفتره الاولى في الحمل هل لما يحصل سقوط ده يعتبر يعد اجهاض، ولا امتى نقول ده اجهاض او ده سقوط عادي؟ يعني في حاجات اسمها السؤال بتاع حضرتك بس هوضحه، هو في حاجات قصدك اللي ممكن تكون الست تكون حامل ويحصل لها اجهاض وهي مش عارفه انها اجهضت، بالظبط اللي هو بنسميه سب كلينيكال اللي هو مختفي، يعني العينه تبقى حامل واجهضت قبل ميعاد الدوره، ده بيحصل. بس ده ما بنقدرش نكتشفه ليه؟ لان احنا العينه ما عملتش اختبار حمل والعينه مش شاكه انها حامل، الدوره جت في ميعادها، بس ده اجهاض مش دوره. فده لو اكتشفناها يثبت هنلاقي نسبه الاجهاض اعلى من اللي انا بقولها، ممكن تعلى عن كده كمان عن 50%، ده لو اكتشفناه. لا يكتشف بسهوله، لكن ممكن بقى لو العينه عايزين نعرف ده بيحصل ولا لا، لانك بتقول لك في دوره جات لي كثيفه، يعني دوره غير عادتها، لما الاقي الطريقه دي عايزه اعرف الست دي كانت مجهضه في حاله اجهاض ولا مش في حاله اجهاض، بنعمل حاجه اسمها اختبار حمل رقمي. ايوه ده بنشوف لو طلع الاختبار ده اقل من 1:7 مثلا يبقى العيانه دي ما كانتش حامل اصلا. لو كان عالي لان مثلا 35 او 6 مثلا سي، يعني اي رقم اعلى من 7 لو اجهضت قبل الدوره ما تيجي بثلاث ايام مثلا او يومين او اول يوم فيها نزلت كثيفه، بس انت مش تقدر تقول له كل عيانه كده. ممكن تقول العيانه كده امتى؟ لما تلاقي العيانه بتشتكي لك من اعراض الحمل تيبيكال اللي هي الاحراض الحمل اللي هي الثدي، تورم، نوم كتير، صداع مزمن، وبعد كده نزلت كذا مره تكرر، لا اعملها لها، اعملها لها مره، جايز يكون الست دي بالفعل عندها سب كلينيكال ابورشن اللي هو ليه سموه ما بيتشخص، لا يشخص، وده موجود وبيحصل كتير. طب هو يا دكتور في تشخيص مبكر للموضوع قبل ما يحصل اصلا حمل؟ هل ممكن نعرف ان هيحصل اجهاض ولا لا، ولا ده لسه؟ هو بص انا هقول لحضرتك، انا بعتبر ده هنخش على الوقايه. الوقايه المفروض اني انا قبل ما السيده تحمل اول حملها تكون مراجعه طبيب. الطبيب بيعمل لها اشعه تلفزيونيه يطمن على الرحم وعلى المبايض، مفيش عندها تكيس، مفيش عندها، دي حاجه. الحاجه الثانيه بتعمل تحاليل، انا ما بقولش كلها، لا انا هقول البيزك، البيزك اللي هو الحصبة الالماني، وهقول اللي هو جرثومه اللي بيسموها التوكسوبلازما او القطط اللي بيسموه بالدارج فيروس القطط. تمام. ده انا طفيته اصلا. حضرتك بس الجرثومه دي احنا طيب، هو موضوع ال 50% يا دكتور بالنسبه لل يعني 50% من السيدات بتعاني من موضوع الاجهاض ده موضوع خطير جدا ويحتاج يعني شغل جامد قوي. فاحنا ازاي يعني طرق العلاج ان احنا نقلل على الاقل، او طرق الوقايه مع العلاج، بس 50% ده رقم غير عالي، يعتبر رقم عالي. فاحنا طرق الوقايه اللي تخلينا نوصل بالرقم ده مثلا يعني اقل من كده 5% ولا حاجه. ما بقول لحضرتك، هو المراجعه الطبيب قبل حدوث الحمل، عامل تحليل زي ما قلنا اللي هي الحاجات اللي هي البيزك. انا هفهم العيانه في الفتره دي انت طريقه الغذاء بتاعك هتبقى كالتالي، تهتمي بكذا وكذا وكذا وكذا، اعمل لها طبعا صوره دم كامله، اشوف الانيميا اخبارها ايه، واخد بال حضرتك، كل ده هيكون محضرني العيانه للحمل. وهقول لها تستخدم حمض الفوليك اللي هو الفوليك اسيد ابتداء من شهر الى 3 شهور قبل حدوث الحمل، بحيث ان احنا نصل الى حمل ان شاء الله سليم. في الحاله دي انا يعني غالبا بتبقى العيانه ان شاء الله ما هيحصل، الا اذا في اسباب ثانيه بقى خارج عن ارادتنا، لكن الحاجه اللي هي في ايدينا هنعملها.
الغذاء المتكامل، المتابعة الجيدة، الحالة الصحية العامة الكويسة. لو المريضة عندها سكر أو ضغط أظبط لها السكر والضغط بتاعها. تمام. طيب دكتور، احنا كده يعني طرق العلاج بيتهيأ لي ان بنعرف السبب، شخصه صح، ايه الطرق العلاج بنعالجه. كل بالظبط فحضرتك يعني العلاج على حسب كل سبب ده. تمام. اذا توصلنا لسبب، في حالات كتيره رغم كل اللي انا بقوله ده بيحصل برضو اجهاد ومش عارفين السبب. الحالات دي بنتابعها برضو زي ما اتفقنا، ولغايه ما تكمل الحمل بتاعها، وبنديها حاجات علاج بالاضافه الى اللي انا بقوله ده بيحسن الحمل. من ضمن الحاجات اللي ممكن لا تكتشف الا بالصدفه البحته هي الغده الدرقيه. زياده الغده الدرقيه او نقص الغده الدرقيه بيؤدي الى اجهاض. فلازم طبعا العيانه تعمل، ودي من ضمن التحاليل اللي انا قلت المفروض يعني روتين تتعمل قبل كل حمل. يعني اول حمل بالذات. يعني اختبارات تمنعنا من ايه؟ من ان احنا نواجه موقف الاجهاض، لان موقف الاجهاض بيبقى موقف مؤلم جدا بالنسبه وحاله بتبقى مخليها حاله احباط. بالظبط كده. بالنسبه للحالات اللي انا بتكلم فيها، بالنسبه لي اللي انا عايزه اقوله كطرق الوقايه تبتدي من الصغر، هي دي اللي انا عايزه اعمل عليها استرس جين. تمام. بس واما بقى حالات المناعه ما بنعملهاش الا في حالات الاجهاض المتكرر، لان التحاليل غاليه، حتى فيتامين دي التحاليل بالنسبه له غاليه، فمش كل واحده بتجهد من اول مره اطلب كل التحاليل دي كتير على العيان. لا، اول مره ممكن اعديها واحسن حاله العيانه العامه الصحيه. لما يتكرر الموضوع ابتدي اعمل كل الفايل بتاع الحاجات اللي متسببه الى الاجهاض، اللي هو بعد ثالث مره تقريبا. في ناس بتقول لك لا ما عنديش استعداد استحمل تاني مره، فبقول لها خلاص بعد تاني مره اخيرها، تحب تعملي لي كل التحاليل دي عشان تطمني تعملها. وده الافضل، انك تقولي للعيان انا هطلب تحاليل غاليه شويه تعمليها ورثني. في بعض العيانين ظروفهم بتبقى تعبانه تقول لك لا هستنى، وفي ناس تقول لك لا انا عايز اعملها عشان ما اتعرضش للموقف ده تاني. لكن بالنسبه للحاجات الانتي اوكسيدنت اللي انا قلتها بتاخد علاج وبتاخد فيتامينات، في ناس لا تستطيع ان تشتري مثلا لمده شهرين فيتامينات. لا اقول لها انت سهله قوي، ما تشتريش، انت في بيتك اعملي لنفسك الكرسي ده. الكرسي ده هو طبق الفروت سلطه اللي انا قلته، وطبق السلطه الخضراء، ونركز على السبانخ والملوخيه الورقيه، الحاجات الورقيه دي كلها. ولو تفاحه يومين بلاش تفاح، ممكن نعوض التفاح بالكمثرى، بالموز، بالفراوله. كل ده كلها حاجات فيها فيتامين سي وفيتامين اي اللي احنا محتاجينه. تمام. فيتامين سي وفيتامين اي وفيتامين والبي كارتين في الخضروات وبي 9. يبقى انا كده العيانه ما اشترتش دواء خالص، بس خدت الحاجات دي وخدت الايه الكف شهر بشهرين، تعمل كورس مكثف غذاء ليها خاص كده، اللبن، البيض، السمك وهكذا. طب دكتور، هو علامات الاجهاض امتى السيده تقدر يعني تعرفها قبل ما يحصل ايه؟ العلامات الاجهاض في حاجه ناس كتيره ما بتاخدش بالها منها، طبعا هي محفوظه علامات الاجهاض بالنسبه للناس، بس لما العيانه تحس ان اعراض الحمل توقفت لازم تروح للدكتور. لان من اعراض من انواع الاجهاض، في اجهاض اسمه المتروك او المنسي، العيانه ما تنزلش دم وما تنزلش اي حاجه والاعراض بس اللي تختفي. دي لازم تراجع الدكتور. وفي نفس الوقت نزول دم، مغص شديد، والام بالظهر، برضه مراجعه الدكتور. تمام. وده يبقى هو ده من يعني من الاعراض اللي ثابته والناس كلها عارفينها، لكن اختفاء الاعراض فجاه ده لازم مؤشر كبير. يعني توقف نمو الجنين او توقف انقسامات الجنين داخل الرحم. تمام يا دكتور، احنا على وشك نهايه الحلقه، فالرساله اللي حضرتك عايزه توصليها لكل البنات المقبله على الزواج والسيدات الحديث العهد بالزواج، يعذروني من التكرار. يعني ناس انا يعني بقول لهم التكرار، انا بكرر كتير ليه؟ علشان المعلومه تثبت للناس. الاهتمام بصحه الطفل تبتدي من يوم مولده، من يوم مولده يهتم بيه وتعريضه للاشعه والغذاء المتكامل بتاعه، الخضروات تخش البيوت والفاكهه تخش للاطفال بصفه مستديمه. وفي نفس الوقت متابعه ما قبل الحمل اهم بكتير ولا تقل اهميه عن متابعه اثناء الحمل، لمنع حدوث الاجهاض والمشاكل اللي احنا بنقابلها اثناء الحمل من نقص نمو الجنين وخلل في النمو وحاجات كتيره قوي غير الاجهاض. احنا المره دي اتكلمنا على الاجهاض، المره الجايه هنتكلم ان شاء الله عن
حدوث اسباب وحدوث الولاده المبكره وكيف منعها، كيفيه منعها ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور، ده جزء تاني يعني على وعد من حضرتك ان شاء الله نعمل حلقه قسمت الحمل جزئين علشان المبكرة. ان شاء الله باذن الله. تمام يا دكتور، يعني نصايح غاليه جدا وبنشكر حضرتك عليها. وزي بناخد بنستشف من كلام الدكتور سناء ان الولاد او الاطفال نعمه كبيره قوي، الحفاظ عليها طبعا مهم جدا، والحفاظ بيبقى من البدايه من قبل ما يحصل حمل واثناء الحمل، ده مهم قوي قوي قوي، وده اللي عرفناه من دكتور سناء النهارده علشان يعني يبقى في وقايه من موضوع الاجهاض او الاجهاض المتكرر. وفي نهايه الحلقه بنتقدم بخالص الشكر الاستشاري وجراح النساء والتوليد والعقم وجراحه المناظير، شكرا جزيلا دكتور سناء، حضرتك مشرفانا دايما وبنشكرك على المعلومات القيمه. والشكر موصول ليكم أعزائي المشاهدين، طبتم دائما ودمتم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 14 مصر للتأمين، صرح عريق وعطاء متجدد بالخبرة والأصالة في مصر والشرق الأوسط. مصر للتأمين، خبرات وعقول مصرية ترجمت الانتماء والروح الوطنية. مصر للتأمين، أول وأكبر شركة تأمين وطنية. مصر للتأمين، أفضل شركة تأمين في إفريقيا لعام 2015، والحاصلة على التصنيف الائتماني العالمي تريبل بي لقوة مركزها المالي، تؤمن على كبرى المشروعات العملاقة في مصر. مصر للتأمين، دائما صادقة مع عملائها، تفي بالتزاماتها، لتظل مصر للتأمين حصن أمان للملايين. خدمة العملاء 19114.